ليكم التور تاعي بعد ما شفتو حطيتو في الصحن، زينتو بشويه معنوس وحبه قارص عندكم، رفقتو مع سلطه مسجوت بو فير اون روسيت اون نوفيل روسيت اون فير دي بولات دو فيوند هاشي. باش نوجدو هذا الكيفيه كيما راكم تشوفوا، جبت حبه بصل كبيره رحيتها، حطيت لها شويه زيت وخليتها تتقلى على النار. Pour préparer cette recette, j'ai ramené un grand oignon râpé et j'ai mis un peu d'huile et je l'ai jeté sur un feu moyen. خلطها مليح مليح مليح، خليها تتقلى كما راكم تشوفوا حتى تحصل على تدبل واللي اللون تاعها بني نوعا ما كما راكم تشوفوا. Je laisse mijoter sur un feu jusqu'à obtenir une petite couleur marron. في هذا الاثناء نروح نوجد الكفته تاعي. اسمنا اون فا بريباري لا فيوند هاشي. كما راكم تشوفوا هنايا جبت حوالي كيلو كفته، انا كانوا عندي اضياف لهذا درت كميه كبيره، طبعا نتوما الكميه اللي بغيتوها. حطيت لها حبه بصل صغيره مرحيه، حبه بيض. جي رامني 1 كيلو دو فيوند هاشي، j'ai des invités chez moi, c'est pour ça que je fais une grande quantité. Mais pour vous, vous pouvez faire la quantité comme vous voulez. J'ai rajouté un petit oignon râpé, un œuf et un peu de sel et ail moulé. حطيت فلفل اسود et poivre noir. وهناك فلفل اسود، ثوم مرحيه، حبه بيض وحبه بصل صغيره متوسطه. وهنا كما راكم شفتوا راني زدت شويه مايزينا في كيلو لحم، اضفت نصف مغرف كبيره تاع مايزينا. كما تعرفوا الكفته لازم نحطوا لها لا شابليور، اي جي راجوتي اون دومي كويير دو مايزينا. كما تعرفوا الكفته باش تجينا بنينه وخطريه نضيفوا سوا لا شابليور سوا الطخاخ تاع الفريك سوا الخبز يابس، لكن انا هذه المره فضلت نغير وحطيت لها المايزينا عفوا، وكانت النتيجه ما شاء الله، جاتني طريه وملسه ودوب. دون لابيتود اون راجوت لا شابليور و لو ري مولي pour être la viande hachée moelleux. Mais cette fois-ci, j'ai rajouté le maïzena. Elle m'a donné un bel résultat. Franchement, une boule de viande très très moelleux. On ajoute mليح mليح هذيك المقادير et je mélange bien tous les ingrédients حتى تدخل في بعضها. كيما تلاحظوا تاني ما اضفتش الزبده لانه المايزينا راح يخليها لي ملسه، يعني بلا ما نحتاج نضيف لها الزبده. جي با راجوتي دو بور باسكو لو مايزينا لي فير ليسي ما فيوند هاشي. وهنايا بديت نكورها الى كويرات صغيره، حديتها حبات متوسط، جي فورمي دي بتي بولات على طاي موين. كما بغيتو تحبوا كوريات صغيره ديروها صغيره، بغيتوها كبيره ديروها كبيره، نتوما واش حبيتو. ديك طبعا ترجع ليكم بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه تاع الكفته تاعي كامل. وفي نفس الوقت البصله تاعي مازالت تتقلى، ضفت لها شويه ما تحرقليش وخليتها تزيد تتقلى حتى تختارلي. اون ميم طون لونيون سور لو فو بور ميجوتي جاتو جي rajouter un petit peu d'eau et je laisse. كما راكم تشوفوا هنايا بعد ما تقلات لي البصله اضفت لها شويه مايزينا. هذا المايزينا راح هو يخلي لي المرق تاعي خاطر، يعني ماشي حتى في الاخر نحطو وانما حطيته في الاول بهذه الطريقه. وكذلك نسيت ما صورت لكم راني اضفت لها مغرف صغيره موطار. جي راجوتي ان بو دو مايزينا اي ان بو دو موطار. Je parfume cette étape. باش يعطيني pour donner le goût à mon tagine et aussi la sauce sera épaissée. وبالنسبة لي جو راجوت لا مواتي دو لا دي بول دو فيوند. راح نضيف نصف كمية الكفتة. علاش؟ راح نبدا نقلي الكفتة تاعي هذه مع البصلة باش تطلق لي البنة تاعها ويجيني المرق بنين. نحط اي جو راجوتي لا مواتي دو لا دي بول دو فيوند بور دوني لو غو ا ما صوص.
هاد الطريقة وخليها تتقلي، يعني ما نحركهاش حتى تشد روحها وتحكم روحها باش نحركها، غير بالعقل، حاول غير بالعقل ونخليها حتى تشد روحها. ايش لسه امي فيوند ما فيوند كوي، نخلي الافيون تاعي تشد روحها باش نقدر نقلبها على الوجه الاخر، ما تفتتليش في المرقه وما تدقدقش في المرقه تاعي. هنايا انا حنضيف لها التوابل اللي اضفت قبل في الكفته، اي جو راجوت لي زيبيس كي جو راجوتي افون دون لا فيوند، حطيت شويه ملح، عفوا ثوم ملحي، فلفل اسود، وهنا نحطو غير شويه ملح لان ديجا ملحنا الكفته. J'ai rajouté un peu de sel parce que j'ai rajouté dans la viande. J'ai rajouté l'ail moulé et le poivre noir. Et je laisse les viandes jusqu'à ce qu'elles tiennent bien pour la mélanger. On va laisser la viande se tenir comme vous pouvez le voir. Après avoir tenu la viande, je vais la laisser s'agiter et la laisser. في هاد الاثناء راح نضيف شويه حمص مرطبه، انا هذه الحمص ديجا كانت طايبه شريتها من هذيك اللي طايبه. جي راجوتي ان بواني دو بوا شيش و ان بو دو كوريوند، اي ضفت شويه معدنوس، اي جو ميلونج ونخلط. كما راكم تشوفوا راني قاعده نخلط في الكفته تاعي بلا ما راهي تتحل، يعني خليتها شدت روحها مليح ونخلط على راحتي. هنايا راني اضفت حوالي كاس من مرق الدجاج كان عندي من قبل، هذا المكون اختياري، تحبوا اذا عندكم ديفو، اذا ما عندكمش فقط تستعملوا الماء، يعني حتعطي نفس النتيجه، فقط انا كان عندي بغيت نستعمله. ايش غاجوتي لو بيون دو بولي، بعد ما تتقلى مليح نضيف لها الماء سخون حتى تتغطى ونخليها حتى تغلي. ابري جو راجوتي لو شود جوسكا جو كوفير لا لي بول دو فيوند اي جو لاسي كوير. كيما راكم تشوفوا هنايا حضرت باقي الكوريات، نخليها على جانب ونغطي القدر تاعي ونخلي المرق يغلي، من بعد نضيفه. Comme vous voyez, j'ai mis la deuxième partie des boules de viande à côté et je couvrir la marmite et je laisse les premières boules cuire. Après, on revient. On gâtera, on gâtera jusqu'à tirer. On a ici maintenant comme tu vois, après ma gâte, le marquage d'ali, ici, on va mettre les boules qui brûlent, parce qu'ils commencent à tirer. Et je rajoute la deuxième partie des boulettes et je laisse cuire. طبعاً نحطهم كما راكم تشوفوا بالطريقة هذه. درت في الأول قليت وحاولت تخليتهم يطيبوا، ومن بعد حطيت باش هذيك المرقة تطلق البنة، تطلق فيها بنة اللحم وتجي بنينة. طبعا نغطيها ونخليها تطيب حتى تختل. يجي كوفري كي جي لسي لا بيوند كوي لي لا صوص سخا ايبيسي، نحطوها غير بالعقل. نغطيها ونخليها تكمل الطياب تاعها على نار هادئة. طبعا بعد ما حطيت كامل الكميه تاع اللحم الملحيه او الكريات تاع اللحم تاعي نغطيها ونخليها تطيب، وهذه هي النتيجه بعد ما طابت. كيما راكم تشوفوا جات ما شاء الله ريحتها ما نقولكمش كيفاش معبقه الكوزينه، والمرق تاعي ما شاء الله خاطر كيما شفتوا ما ضفت له والو غير من المغرف الاول اللي قليت به في الاول البصله. راح نشوفوها الان في صحن التطبيق. وعليكم الكفته تاعي بعد ما طابت حطيتها في طبق وزينتها بشويه معدنوس وشرائح الليمون، قدمتها مع السلطه وشويه حريره. كان هذا الطبق تاع نهار اليوم، نتمنى انه ينال اعجابكم.
Et voilà le résultat. Je mets dans une assiette, je mets deux coriandre, pardon, et les citrons à côté. Et j'ai présenté avec le harira et une salade. كانت هذه هي الكيفية تاع نهار اليوم، نتمنى يا ربي تنال إعجابكم. نقول للمشتركين تاعي المتتبعين شكرا لكم على دعمكم ليا، واللي يدخل أول مرة يشاهد قناتي فضلا من أمر أن يشارك معايا وفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد. نقولكم بقاو على خير في فيديو آخر إن شاء الله وكيفية أخرى بإذن الله.